وفي صورة أخرى للإهمال الحكومي، القطاع الصحي تتواصل للأسف إخفاقاته في العراق، تعطل إسعاف أثناء نقله حالة مرضية، مما اضطر صاحب أو سائق هذه السيارة أن يطلب سيارة أخرى ليتم تحويل المريض إليها. السؤال هنا، ماذا لو كان هذا المريض عبارة عن حالة حرجة، سيدة مصابة مثلا أو امرأة مسنة بحاجة إلى جهاز حساس وبحاجة ماسة إلى النقل إلى المستشفى بوقت أسرع؟ هل ستنتظر لنقلها من سيارة إلى سيارة؟ هل عمرها سينتظر لتصل سيارة الإسعاف بدلا من السيارة التي تعطلت؟ يتساءل كثيرون. نتابع. اخوان، هاي اسعاف عاطله عطلت بالشارع وجتها اسعاف ثاني. سالنا السائق قلنا له ليش يابه عاطله؟ قال هي عاطله من زمان بس ما يبغون يصلحون، هي يقولون ما عندنا فلوس بالمستشفى، وانه خابر الصديق اسعاف ثانيه واجي ونقل المريض. هاي نقل المريض من اسعاف الى اسعاف، هاي بالبصره على شارع بغداد. هاي ما عندهم يصلحون، يدفعون بالاسعاف. اسعاف عاطله جايبه مريض وعطلت بالشارع، يعني قبل لا توصل للمستشفى حوالي بعشرة كيلو متر، والنوب استدعوا لهم اسعاف ثانيه ونقلوا الاسعاف، وبينما اكو اموال يقول مرصوده للتصليح واكو كذا بس ما يصرفون، لان يعني تروح ببطون الفاسدين.